في هذا الفيديو سنتناول علاقة سونا وتاريق، العلاقات المعقدة في المسلسل، موقف سيرا، سر بيلي، والتطورات التي تنتظرنا في الموسم الجديد. أنصحكم بالاستماع إلى هذا الفيديو حتى النهاية. وكما تعلمون كانت الرياح الباردة تهب بين سونا وكايا في الموسم الثاني، ومع ذلك مع مرور الوقت بدأ هذا الجليد في الذوبان. ومن المثير للفضول الكبير ما إذا كانت سونا تواصل علاقتها مع كايا في الموسم الثالث. أصبحت سونا شخصية أكثر نضجا وتعرف ما تريد، وقد تقوي علاقتها مع كايا. العلاقات المعقدة والمزعجة التي شاهدناها في الموسم الثالث ستحل محلها المزيد من القضايا العائلية والعاطفية. ستقدم عملية إنجاب فري وسيران لأبوين قصة دافئة للجمهور. بالإضافة إلى ذلك سيتم أيضا الإجابة على سؤال ما إذا كانت سونا ستجد الحب الحقيقي أم أنها ستجد شكل غير متوقع في كايا في الموسم الثالث. في نهاية الموسم أدى مزيج المفاجأة والسعادة لدى سيران إلى إغماؤها في النهاية. سيتم حل اللغز الكامل وراء هذه اللحظة الدرامية في الموسم الثالث. سيكون دخول سيران إلى المستشفى للكشف عن حبها نقطة تحول مهمة للقصة. حمل سيران سيغير مجرى المسلسل ويجلب مفاجأة كبيرة في الموسم الجديد. سوف تتعمق أزمة التقارير الصحية أكثر في الموسم الجديد. إن فهم أن سيران ليست مريضة وأن التقرير يخص بيلي بالفعل سيكون نقطة تحول كبيرة في القصة. وداع بيلي ومرضها الغامض مليء بالتطورات التي ستفاجئ الجمهور. وفي الموسم الثالث يكون مسلسل تبرز فيه العلاقات الأسرية أكثر، ونشاهد الرحلات الداخلية للشخصيات وصراعاتها. ستكون جهود سيران وفريد للتكيف مع حياتهما الجديدة، وما إذا كانت سونا ستجد الملك الحقيقي لقلبها من بين المواضيع التي سنتابعها بحماس. إذا أعجبكم هذا الفيديو الخاص بي فلا تنسوا متابعة الصفحة. أراكم في فيديو تحليل آخر، ودعا.